السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعونا فيها. الرئيس الموريتاني يبدأ زيارة لولاية البراكنة تستمر 5 أيام ويزور عددا من المنشآت بمدينة ألاق عاصمة الولاية. حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني يستحدث جهازا جديدا اسمه لجنة الحكماء وينتخب 4 نواب لرئيس. وفي الرياضة تتابعون، الاكسر يواجه نادي تجيكجا في نهائي كأس رئيس الجمهورية، والحرس يلتقي تجونين في نهائي دوري درجة ثانية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. بدأ الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز زيارة لولاية البراكنة تستمر 5 أيام، استهلها من مدينة ألاق عاصمة الولاية. وقد زار الرئيس بعد وصوله مركز الاستطباب الجهوي في المدينة والمدرسة رقم 1، كما زار مدرسة الأشغال العمومية ومؤسسة لصناعة الأعمدة الكهربائية وبحيرة البراكنة. ومعنا عبر الهاتف من مدينة ألاق موفد قناة المرابطون الداه واليعقوب. الداه، حدثنا عن أبرز محطات زيارة الرئيس لمدينة ألاق عاصمة ولاية البراكنة. نعم، كانت زيارة الرئيس عبد العزيز إلى مدينة ألاق اليوم تلخصت بزيارة المركز الصحي للمدينة والاطلاع مساء على بحيرة ألاق، وأيضا زيارة للمدرسة إحدى أقدم المدارس في مدينة ألاق. اتسم أيضا زيارة الرئيس عبد العزيز بلقاء مع الأطر في مدينة ألاق، وإن كان يقول المراقبون ما نغص على الزيارة هو تظاهرة أنصار حركة إيرا التي ظهر بعض أنصارها اليوم خلال الاستقبال الذي أعده سكان مدينة ألاق وولاية البراكنة للرئيس عبد العزيز، مطالبين بإطلاق سراح رئيس الحركة ديرام وليداه العبيد. طيب، ما أبرز انتظارات ساكنة المدينة من هذه الزيارة؟ ساكنة البراكنة كانت يعولون على هذه الزيارة بأن يتم حل مشكلة العطش الذي يتحدث السكان عنه، وأيضا في لقاء الأطر كانت من بين النقاط المطروحة هي قضية علف الحيوان والمطالبة للرئيس عبد العزيز بأن يكون هنالك علف بمحصون جيد يحصل عليه المزارعون والمنمون في هذه الولاية، هذا أيضا التعويل على الدولة الموريتانية وعلى الرئيس عبد العزيز في تحسين من الوضع الصحي للمراكز الصحية في ولاية كولاية البراكنة. وهنالك مطلب آخر لأبناء الولاية وهو إدماج أبناء الولاية في الحياة السياسية في موريتانيا بشكل عام. كانتي، طيب، لوحظ أن أبرز المحطات اليوم كانت زيارات ميدانية، هل يتوقع أن تتضمن الزيارة تدشينا لبعض المشاريع؟ نعم، هو تم تدشين اليوم قسم تصفية الكلى في مركز الصحي بمدينة ألاق، وهو قسم يقول القائمون عليه أنه يحتوي تجهيزات حديثة. كان الرئيس عبد العزيز قد أطلق وعدا بها لساكنة في البراكنة، وسيمكن هذا القسم من تصفية الكلى القادمون من الولايات الشرقية في أن يجدوا في المركز الصحي بالبراكنة ملاذا آمنا بعيدا عن العاصمة، ويعتبر هذا تدشين لمشروع هذا المشاريع القادمة في المحطات القادمة في البراكنة. كانتي، طيب، ما المحطة القادمة بعد مدينة ألاق، وإلى أي حد يتوقع أو يتوقع أن تختلف محطاتها عن محطات اليوم؟ هو برنامج طويل للرئيس عبد العزيز في ولاية البراكنة، غدا سيكون في مركز المال الإداري عدا توقفات في بعض المحطات الأخرى للمراكز والمقاطعات على الطريق، وسيكون هناك أيضا مقطع الأحجار وبقة وغيرها من المشاريع التي ستكون في هذه المدن والمحطات، من بينها طبعا بعض مشاريع الطرق التي سيقوم الرئيس عبد العزيز بالوقوف عليها وتدشينها كامل. إذن الداه واليعقوب موفد قناة المرابطون إلى ولاية البراكنة، شكرا لك ولباقي الطاقم هناك. طالب أهالي الدرك الموريتاني سيدينا والمحمد واليطنة المختفي منذ أكثر من 5 أشهر
طلبوا السلطات الموريتانية بإعطائهم معلومات عن ابنهم الذي قيل إنه اختفى من مكان عمله بميناء نواكشوط المستقل المعروف بميناء الصداقة قبل أشهر، ودعا أهالي وليطنا خلال وقفة نظموها على هامش الاستقبال الشعبي المنظم للرئيس الموريتاني محمد أول عبد العزيز بعد وصوله اليوم ولاية البراكنة، دعوا إلى ضرورة إعطائهم معلومات حقيقية بشأن مصير ابنهم. أدرك اللي له عاد سنة وست أربعة أشهر مختفي، وأهله إلى حد الساعة ما جبروا عنه أي نوع من المعلومات، لا يكان حي لا يكان ميت لا يكان مختفي في ظروف طبيعية والله غير طبيعية. وتوجهوا لجميع السلطات المعنية بالموضوع ولافتنا رأينا عنه إلى حد الساعة أي خبر يسوى هو شنو. آخر خبر داركنا جبروه عنه أن الدرك قطعت خلاصه من نهاره الأول عن شاشة تويتان، ما قطعوا منه 500 ولينا 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 عاد اللي دارك شهرين والله ثلاثة ما شاو لهم رسالة يطالبوا بحصر الورثة. حصر الورثة عادة يدل على أن حد مات. إذا عادوا عندهم عنه معلومات أنه ميت، هذه هي المعلومات اللي أهله يختاروا يتوصلوا بها. رئيس الجمهورية ولحقت له القضية مرة فايته وقال أنه دور يحل مشكلته، وإلى حد الساعة ما فتنا رأينا أي معلومة عن الراجل. ودارك طالبي من السيد رئيس الجمهورية ومكررين له طلب من الرأي العام ووسائل الإعلام العمومية، ما هو لا رئيس الجمهورية الناس كاملة طالبين منها تساعد الرأي العام والإعلام خاصة، وبالطبع متوجهين خصوصا للسيد رئيس الجمهورية أنه يعطونا أي معلومات لا عاد موجودة عندهم عن هذا الراجل ده. يطالب سكان مدينة ألاق عاصمة ولاية البراكنة بمجموعة من المطالب ينتظرون أن يتم تحقيقها من خلال الزيارة الحالية للرئيس للولاية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. على بعد أمتار من لقاء الرئيس الموريتاني محمد ول عبد العزيز مع أطر وأبناء ولاية البراكنة في مقر الولاية، هنالك عديد من الأمور والمطالب لدى ساكنة البراكنة عبر هذا اللقاء وعبر اللقاءات التي أجرينا مع المواطنين في ولاية البراكنة وتحديدا مدينة ألاق تتعلق بالشرب والوضع الصحي في الولاية. ولاية البراكنة وتحديدا مدينة ألاق تعيش على وقع هذه الزيارة للرئيس الموريتاني، وتتمنى ويناغي سكانها أن يتم الاستجابة للعديد من المطالب التي يأملون من الرئيس الموريتاني أن يستجيب لهم فيها عبر هذا اللقاء. ونطلب مجموعة من المطالب تتمثل في المياه، وخاصة بالنسبة لنا ساكنة مقاطعة قيمي تابعة لمقطع الحجار، فإننا نعاني من المياه بشكل مفرط. وباعتبار أيضا ولاية البراكنة هي ولاية تنموية وتعتمد على التنمية الحيوانية، فإن المطالب بالحصول على أعلاف ذات جودة وتحصل عليها التنمية الحيوانية في هذه الولاية. ساكنة البراكنة على مستوى العموم تحتاج ذي الفترة صعيبة، فترة صيف وفترة شدة على المنمي ويارة طرف. فخامة رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز يعطيهم لفتة خاصة في العلف الحيوان. شباب ولاية البراكنة يعولون أيضا على وعود أطلقها الرئيس الموريتاني بإنشاء مجلس أعلى للشباب وبإشراك الشباب الموريتاني في مفاصل الحياة التنموية في موريتانيا. وطالبين من رئيس الجمهورية بزيارته لولاية البراكنة بعد الحوضين وغورغول والأصابة وولاية الزمر، لأنه يجسد المجلس اللي تم اتخاذه النهارات اللي قال مجلس على الشباب. الزيارات التي عنوانها العريض وفقا لانصار النظام هي التقرب من المواطنين والاستماع الى مشاكلهم. من مدينه الاك الداه يعقوب بعثه قناه المرابطون. ان تعد ولايه البراكنة احدى اهم الولايات التنمويه والزراعيه في البلاد، كما احتضنت عاصمتها مدينة ألاق أول مؤتمر تأسيسي في تاريخ موريتانيا قبل 57 عاما. وتستقبل مدن وقرى البراكنة الرئيس محمد ول عبد العزيز في جولته الجديدة، وهي تحمل مطالب متعددة. المزيد نتابعه في هذا التقرير. ولاية البراكنة التي احتضنت عاصمتها أبرز مؤتمر تأسيسي في تاريخ البلاد في الثاني من شهر مايو عام 1958 تستقبل هذه الأيام الرئيس محمد ول عبد العزيز بقائمة معاناة ظلت تعيشها حتى بعد مرور 57 عاما عقب مؤتمر ألاق الشهير. مدينة ألاق التي تحتفظ بمعالم يعود تاريخها إلى ما قبل استقلال البلاد بسنوات طويلة ظلت تعيش واقعا يصفه بعض سكانها بالمأساوي، ويطالبون بإطلاق مشاريع تنموية في مدينتهم.
غير بعيد من مدينة ألاق، حيث مدن مقطع الأحجار والصنقرافة تتجسد معاناة السكان وهم يشكون من ضعف الخدمات الأساسية وغياب البنى التحتية. أما في مدينة شقار الواقعة على طريق الأمل فلا وجود لخدمة الكهرباء. وهنا في جنوب البراكنة يمتد النهر على طول حدود هذه الولاية التي تصنف ضمن أهم الولايات الزراعية في البلاد، غير أن واقع المزارعين في مبان وبابا بي يحكي عن مآس عديدة وهم يكابدون المشاقة في سبيل توفير لقمة العيش. في قرى بورات قرب مدينة مال يستوطن الفقر والجهل مخلفا مآسية تراكمت على مدى عقود، فيما تقول السلطات إن مساعي حثيثة تجري للتخفيف من معاناة سكان بورات والتخفيف من واقعهم المزري. فصل الصيف الجديد جاء مبكرا هذا العام، هكذا يقول المنمون في البراكنة، وهم يبدون مخاوفهم من تأثيراته على ثرواتهم الحيوانية. يعبر حدود البراكنة طريقان رئيسيان تتفرع عنهما طرق فرعية نحو مال وبقع وتججة عاصمة ولاية تقانت، ما يجعل البراكنة ترتبط استراتيجيا بالولايات الشرقية والغربية والجنوبية والوسطى، غير أن السيول التي تخلفها مياه الأمطار في فصل الخريف تقطع أهم هذه الطرق طريق الأمل، وتحديدا هنا في خريسة قيمي قرب مدينة مقطع الأحجار. احتج ائتلاف النقابات الطلابية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العاصمة نواكشوط للمطالبة بتعميم المنح وزيادتها، وقد تعرض طلاب المحتجون وفق مصدر من داخلهم لاعتداء من طرف عناصر من الشرطة. هذا ويحتج بعض الطلاب الموريتانيين في الداخل والخارج من حين لآخر مطالبين بالمنح. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. لا تزال أزمة منح الطلاب في الخارج تتفاعل وسط ردود أفعال رافضة لقرارات وزارة التعليم العالي القاضية بتخفيض نسبة الطلاب المستفيدة من المنح الخارجية. وزير التعليم العالي أكد بعد اجتماع مجلس الوزراء الأخير أن سبب مراجعة قرار المنح هو وجود خطأ في الحسابات، وأن سياسة الحكومة تتجه نحو تقليص المنح الخارجية لصالح تعزيز مؤسسات التعليم العالي الوطنية. طلب غلاف مالي يحترم، غلاف طلب توسيع المجال المنح، هذا برنامج سياسي راح اللي منين يجي حد صوت يطبقه. الحكومة الحالية طرحة هي برنامجها طرحة وسلسلة طرحة أولوياتها عندها من يجد واضحة، هو على أنها تعزز بنية التعليم العالي الوطنية. إذا لا يتم الله في سنة بعد سنة تدريجيا تخفف غلاف المالي الخارجي، وهذا ضرورة وطنية. احنا بدأنا ما عندنا مدارس ولا عندنا جامعات، قد يوم نسعاه في بنيان مزرنا. إذا الكلفة المالية اللي تكلفنا الخارج يعني نفقه في الداخل، ولو نجيبوا أساتذة عندنا نقص في الكم وفي الجودة، هو علينا نجيبوا عصار أساتذة من أمريكا من 100 تلميذ ولا 200 تلميذ الخارج. ائتلاف النقابات في موريتانيا والذي يضم 10 نقابات طلابية استنكر استثناء فئات واسعة من الطلاب الموريتانيين من المنح وطالب بتعميمها وزيادة الغلاف المالي المخصص لها. كما نظم الطلاب الموريتانيون في الخارج وقفات احتجاجية أمام عدد من السفارات الموريتانية رفضا لقرار وزارة التعليم العالي بشأن المنح. وفي الوقت الذي تصاعدت فيه أزمة المنح مخلفة مئات الطلبة في الخارج يواجهون مصيرا مجهولا، يتساءل بعض المراقبين عن مدى انسجام الواقع التعليمي الفعلي مع الشعار المرفوع بشأن اعتبار سنة 2015 سنة تعليم في موريتانيا. إذن ومعنا في الاستديو محمد سالم والمحمد محمود الأمين العام لاتحاد الطلاب الوطنيين، أهلا بكم. أهلا وسهلا. احتجاج جديد أمام وزارة التعليم العالي بخصوص موضوع المنح، إلى أي حد تعاطت وزارة التعليم العالي معكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نحن شاكرين قناة المرابطون على تغطية الأنشطة الطلابية. نحن في ائتلاف النقابات الطلابية فتنا مشينا في خطوات في سبيل هذا القرار الجائر اللي اتخذ الوزير اللي يقضي بإلغاء 300 منحة للطلاب في الخارج وأكثر من 1300 للطلاب في الداخل. هذو الناس هذو الطلاب اللي منحتهم اللجنة الوطنية للمنح
وعلى أساس نتائج اللجنة الفنية اللي هي اللي أصلاً تجهز لاجتماعات اللجنة الوطنية للمنح. اليوم يعني كيف تعاطت اليوم 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 نحن فتنا عدنا قدم هذا المطلب يعني نحن فتنا عدنا قدم الأنشطة الطلابية الأنشطة النضالية في سبيل تعاطي الوزارة معنا. هذا الوزير اللي على وزارة التعليم العالي ذاك ما هو وزير الطلاب، وزير راسه بيالي الطلاب ما قطش بارهم. بدل اليوم بدل في هذه الاعتصام اللي عدوا الائتلاف النقابات الطلابية اليوم في الوزارة، بدل يتحاور معاهم ويعرف مشاكلهم ادعالهم الشرطة سابقة من نوعها قمعة الطلاب. إذن هو لم يتعاطى معكم بإيجابية؟ لا نهائيا. طيب وزير التعليم العالي يعتبر أنه لا حق لكم بما تطالبون به، ويقول أن الأولوية الآن للبنى التحتية للتعليم العالي، ذلك يفرض التخفيف من الغلاف المالي الخارجي. يعني كيف تعلقون على هذا؟ لا يبدو منطقيا بالنسبة لكم. لا نهائيا. الغلاف المالي كل سنة الغلاف المالي للوزارة يرتد الوزارة، يرتد الخزينة العامة، والطلاب ما ظهر يعني قدر ترتد عنهم شيء. وبالنسبة للبنى التحتية نحن عندنا جامعة نواكشوط ما حالها كافي، المدرجات متهالكة والقاعات أكثر تهالك من ذاك، معناها البنى التحتية لا يزايد علينا بهذا المركب الجامعي بين قوسين اللي حتى الآن مأساة عاد للطلاب. الطلاب يعانوا من نقل، يعانوا من حتى ما فهم مركز صحي في مركب الجامعي جديد، خلقوا حالات إصابات فهم نشيلهم الحمد لله إله شور الطب، الحمد لله اللي ما يخلق شيء شلل. هذا المركب الجامعي اللي كان نكس للطلاب ما هو مركب بأي معيار من معايير المركبات الجامعية اللي شفنا في العالم. طب لوحتم بخطوات نضالية جديدة في حال لم تستجب الوزارة لمطالبكم والتي طبعا على رأسها قضية المنح، طبعا ما طبيعة ما أنتم مقبلون عليه في حال لم تتلقوا تجاوب إيجابي؟ يعني نحن نختار نأكدوا للرأي العام وللوزير وللجهات الوصية كامل على أن نحن الاتحادات الطلابية هم مستقبل التعليم العالي، والوزير لا هي يمشي كيف تمشى وحدين، ولا هي نبقاو نحن، ولا هي نحقق المطالب الطلابية على رغم أنف ذا الوزير، والوزير لا يجي المطالب الطلابية أبدا. ماذا نتوقع؟ نريد أن نعرف ما هي الخطوات. ثم خطوات نضالية الصبح إن شاء الله عندنا مهرجان الصبح إن شاء الله قدام وزارة التعليم العالي غدا صباحا إن شاء الله الساعة 9. إياك نثبتوا لهم عن قمعهم اليوم والإصابات اللي عدلوا لبعض الطلاب عنهم ما لا يثنون في سبيل النضال عن الحق المشروع. طيب أنتم تعتبرون المنح من المكاسب الطلابية التي لا ينبغي التراجع عنها، هذا واضح. طبعا. ألستم مقتنعين بما تقول الوزارة التعليم العالي أنها أن لديها مثلا استراتيجية تتعلق بالحد من أعداد الممنوحين واستغلال ذلك في تطوير منظومة التعليم الوطني؟ وأكيد تابعت. نحن لا ما نختار ندخل ذلك التفاصيل قضية ذم الحرص تبارك الله على منح الطلاب اللي راهم في وسائل الإعلام بعضهم متداول فيها، فضيحة الوزارة اللي متداولة وسائل الإعلام كامل، التلاعب منح الطلاب، منح بعض الطلاب اللي عندهم واسطة بدل بعض الطلاب الفقراء، وذوك المشاكل اللي نعرفه نحن كاملين. عودانهم لا يتحايلوا على منح أكثر من 1300 طالب تعاني هون في الوطن، وأكثر من 300 طالب في الخارج، الاتحادات الطلابية ما هم له يقبلون نهائيا، ويسوى الله يكلف. طيب شكرا جزيلا لك محمد سالم محمد محمود الأمين العام لاتحاد الطلاب الوطنيين. الطلبة الوطنيين. طيب إخوتنا المشاهدين، استحدث المجلس الوطني لحزب الاتحاد والتغيير الموريتاني حاتم جهازا جديدا في الحزب يسمى لجنة الحكماء. اختير القيادي بالحزب محمد عبد الله ولي الشيخ أحمد رئيسا لها، وانتخب المجلس 4 نواب لرئيس الحزب صالح الحننة الذي أعيد انتخابه قبل أيام رئيسا جديدا للحزب خلال اختتام المؤتمر الثاني العادي المنظم بنواكشوط. نظم بالعاصمة نواكشوط ملتقى لنشر نتائج التوقعات الموسمية الخاصة بفصل الخريف القادم، شارك فيها باحثون وفنيون من الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية وممثلون عن برنامج التحالف العالمي ضد التغيرات المناخية في موريتانيا. طبعا هذه الورش عندها هدفين إلى ثلاثة. الهدف الأول هو أنها لاهينا نحاول من خلال هذه الورش نشرح كيف يمكن لشركائنا الاستفادة من المنشورات والمعلومات الرصدية والمناخية.
كيف يمكن أن يستفادوا منها بطريقة أمثل. الناحية الأخرى هو أن هذه البرشة ستتناول نتائج التنبؤات الموسمية لخريف 2015. طبعا لا نحاول أيضا عدلوا عرض عن التنبؤات الموسمية لسنة 2015، كما تهدف البرشة أيضا إلى إيجاد أفضل السبل للتأكد من أن هذه المعلومات ستصل إلى الجهات المعنية في الوقت المناسب. جاء عدد من شيوخ المحاضر في العاصمة نواكشوط مطالبين وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالتراجع عن قرارها القاضي بتوقيف خدمة إفطار الصائم، وقال المحتجون إن وزارة المالية قررت هي الأخرى توقيف دعم كانت تقدمه على شكل رواتب لبعض شيوخ المحاضر، داعين إلى منح المحاضر وشيوخها المزيد من الاهتمام والرعاية بدل المضايقة. إذن هذا الحق المكتسب الذي هو إفطار الصائم، برنامج إفطار الصائم كان قليلا من كثير ينبغي أن يقدم لهذا القطاع، لأنه توسيع على الأئمة وعلى المحاضر في شهر رمضان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه أجود الناس، وكذلك ينبغي أن تقتدي به الأمة الإسلامية. وكذلك قد لاحظنا في السنتين الماضيتين هنالك بداية بعض من النقص للدعم الموجه لهذا القطاع، منها قطع إعانة الماء والكهرباء في السنة الماضية، ومنها كذلك تقليص الإعانة السنوية المعطية للمساجد المحاضر، ومنها كذلك في هذه الأيام وصلنا نبأ أخير مؤكد أن وزير المالية أخبر بأن هنالك رواتب كانت شهرية تقدم لبعض شيوخ المحاضر، وإن كان مجموعة المحاضر مستفيدة منها قليلة لا تتجاوز 200، أخبر بأن هذه الرواتب أنها قد وقفت وأنها الآن موقفة، وهذا كذلك ما يثير حفيظة هذا القطاع. إذن علينا جميعا أن على اتخذنا جميعا قرار أن نتحرك في وجه هذا النقص للدعم الذي كان موجودا وقطعه تارة. احتج صحفيون شباب أمام مبنى الإدارة العامة للأمن الوطني في نواكشوط تنديدا بحالات الاعتداء التي تعرض لها صحفيان خلال الآونة الأخيرة على أيدي عصابات مجهولة، وندد المحتجون بما أسموه الانفلات الأمني الذي قالوا إن العاصمة نواكشوط أضحت تتجه نحوه، مطالبين الجهات المعنية بتحمل مسؤوليتها وأداء دورها المطلوب. حقيقة هذه الوقفات هي وقفة من ضمن عدة وقفات دائما تخلق هون في العاصمة نواكشوط وفي عدة مناطق في موريتانيا. نحن الأمن ما هو خالق، حتى بلاكيت إدارة الأمن ما هي موجودة نهائيا. شوف ذيك يبلها ما هو خالق، هذا دليل قاطع لأن الأمن ما مطروح له البال، ما مطروح له حتى بلاكيت بسيطة ما داروها. وبالتالي احنا نطالب هون من هذا المنبر على أن الأمن ما يعود على الصحافة وحدها، لا بالعكس يعود على جميع المواطنين الموريتانيين، بلي حتى عدنا نرقدوا في ديارنا ما نمطمئنين بنا. الأمن ما هو خالق، تدار حتى ينصل فمها القايلة من النهار وينسرق فيها بدون ما يتكلم حد. أنا على سبيل المثال قطب تطيت هون عند كارفور مدريد سنة 2013، من يوم ما فات الحقت منتصف الليل ما فات الحق بدون ما يتفت لي أحد، المروءة ما تات خالقة والأمن ما تلا خالق والناس لا كلاواحل في راسه وأنانية كاملة. فاز الشاعر الموريتاني محمد وليدومو بالمرتبة الثالثة في النسخة السادسة من مسابقة أمير الشعراء المنظمة بالإمارات العربية المتحدة، وكان وليدومو قد تقدم بقصيدة في مديح النبي صلى الله عليه وسلم في الحلقة الأخيرة من البرنامج، منحته المرتبة الثالثة خلفا للأمير السعودي حيدر العبد الله ووصيفه المصري عصام خليفة. نتابع. لا ننسى أن نوجه التحية للفائز الجميل والرائع بالمركز الثالث محمد ولد إدومو من موريتانيا. منافسة قوية خاضها الشاعر محمد ولد إدومو وهو ينافح في عكاظة والمربد لتتويج الشعر بلقب الإمارة، غير أن شعر وليدومو وصياغته البيانية واجهت في الختام إقصاء الإيديولوجيا النقدية أو تحفظها على خيارات الشاعر وأسوأ أنواع النقد عموما. كان ولا يزال النقد التحكمي الذي يصادر اختيار الموضوع ويلغي عمل فن الشعر وأدوات الصياغة البلاغية والبيانية. مسابقة أمير الشعراء في نسختها السادسة تسلم روحها من جديد للأجندات الأخرى وتلغي أدوات البيان لتنحاز لمعايير إقليمية وظرفية ونفسية في منطقة الخليج، وتلك عادة درجت عليها منذ الانطلاقة. الشاعر الموريتاني محمد وليدومو تألق في مجمل الأداء العام في المسابقة، وشكلت ديباجته الشعرية تاجا يكلل هذه النسخة وبفارق بعيد عن ورائه، وكان مفاجئا لكثيرين إبعاده للمركز الثالث في الجلسة الختامية
التي ألقى فيها قصيدة ينصب النقد على غرضها، ووصل النزق بأحد نقادها أن أصدر حكمه بأن الشاعر وهو يختار هذا الغرض لا سبيل له للفوز لاختياره لغرض مطروق. ينطبق عليه التساؤل النقدي القديم: هل غادر الشعراء من متردم؟ الجمهور الموريتاني الذواقة للشعر فاجأته النتيجة والمركز، وإن عبر عن قبوله لأداء الشعراء فالشعر كله ديوان العرب، وأحكام النقاد تبقى في الأغلب الأعم ذوقية انطباعية تتقبل بالروح الرياضية والفنية المتعالية على الأنا مهما داخله بعض الإشحاف. وكذلك كان أشرف الموسم الرياضي هذا العام في موريتانيا على نهايته، ولم تبق منه سوى مباراة نهائي كأس رئيس الجمهورية ونهائي دوري درجة ثانية، حيث سيواجه نادي الإقصر فريق تججة، فيما سيواجه نادي الحرس الوطني نادي تجنين ضمن نهائي دوري درجة ثانية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. من هو بطل دوري درجة ثانية لهذا العام؟ ومن هو بطل كأس رئيس الجمهورية؟ وأي الفرق التالية أقرب للتتويج لهذه السنة؟ بالنسبة لبطولة دوري درجة ثانية هناك الحرس الوطني ينتظره تجنين، وبالنسبة لكأس رئيس الجمهورية هناك الإقصر وتججة. بطل دوري درجة ثانية محصور بين تجنين والحرس الوطني، وشتان ما بين الفريقين. الحرس الوطني حين تتحدث عن تاريخ الفرق الموريتانية لا يمكن إلا أن تذكره أو تمر عليه، فقد قدم لموريتانيا أفضل مهاجم عرفه تاريخ كرة القدم الموريتانية إبراهيم المالحة. وحين تتحدث عن الألقاب فالحرس هو السيد والمتسيد في فترة التسعينات، واليوم الحرس الوطني يقاتل في دوري درجة ثانية من أجل التأهل لدوره السابق بعد أن هبط في السنة الماضية صحبة المدرب الصنيدري، والآخر يعتبر هو الآخر جزءا من تاريخ كرة القدم الموريتانية. وكأن النادي لا يريد أن يهبط إلا بكامل ركائزه وأعمدته التاريخية لدور المظالم، لكن مهما يكون الحرس الوطني عاد لدور درجة ثانية وسيلعب النهائي ضد نادي تجنين الذي عرف النورة منذ قرابة 3 أشهر. وصل فيها لدور درجة ثانية لأول مرة في تاريخه، ويرى بعض المراقبين أن نهائي دور درجة ثانية لهذه السنة سيكون من نصيب الحرس الوطني، ويرى آخرون أن تجنين قد يواصل في سلسلة مفاجآته على خلفية أنه لم يكن وليد الصدفة يوما. في الجانب الآخر يقف العميد الإقصر على أعتاب نهائي كأس رئيس الجمهورية في انتظار قاطرة مقاطعة تججة التي تتقن فن إزاحة كبار أندية الدوري الموريتاني عن طريقها، لكن في المقابل العميد الإقصر خرج من الدوري بخفي حنين، ولم يبقى أمامه من البطولات سوى كأس الرئيس التي توج بها في آخر نسخها. وحسب بعض المصادر من داخل النادي فإن القائمين عليه قالوا إن كأس الرئيس لن تغادر خزائن النادي في أي حال من الأحوال، ولأبناء مقاطعة تججة آمال وأحلام أخرى بعد الوصول للنهائي لأول مرة في تاريخهم. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. الرئيس الموريتاني يبدأ زيارة لولاية البراكنة تستمر 5 أيام ويزور عددا من المنشآت بمدينة ألاق عاصمة الولاية. حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني يستحدث جهازا جديدا أسماه لجنة الحكماء وينتخب 4 نواب لرئيسه. وفي الرياضة تابعتم: الإقصر يواجه نادي تججة في نهائي كأس رئيس الجمهورية، والحرس يلتقي تجنين في نهائي دوري درجة ثانية. أن يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة على حساب صفحتنا على الفيسبوك الظاهر أسفل الشاشة. شكرا لحسن المتابعة، دمتم في أمان الله.